النائب حسن الكناني. يقول لك مساء الخير سيادة النائب في حديث بغداد. مساء الخير، يحفظك الله. تفضل عزيزي. الله يسلمك دكتورنا. شلون يمكن يعني أن ننهض في الواقع الصناعي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. عزيزي، للأسف الشديد تعرضت الصناعة في العراق إلى مؤامرة أطرافها داخلية وخارجية. أعتقد أن الصناعة في العراق من 2003 لغاية اليوم في تدهور، نقدر نقول شبه ميتة، ولا توجد إرادة حقيقية على إعادة تأهيل الصناعة في العراق، علما أن الصناعة قبل 2003 ترتد من ميزانية الدولة 17%، إضافة إلى توفير فرص عمل الشباب والخريجين، علما أن البلد من البلدان المصدرة في السابق. للأسف الشديد الآن العراق يستورد كافة أكثر المنتجات، وهذه مخزي على بلد مصدر ومصنع يستورد. يستورد الآن الأكوان، يستورد الأسمنت، ولدينا معامل كبيرة من الأسمنت، وهذا السبب لا تطبق حماية المنتج على السلع العراقية. الحدود مفتوحة مع كل دول الجوار، للأسف الشديد مفتوحة مع الأردن، مفتوحة مع إيران، مفتوحة مع تركيا، مع السعودية، مع الكويت، مع سوريا. طيب